قربت غزالة بدرعا دمرت قواتنا الباسلة مدفعيها ونوع 4 سيارات مزودة برشاشات ثقيلة وقضت على عدد من الإرهابيين بينهم جنسية غير سورية عرف منهم محمد الراشد متزعم مجموعة إرهابية. كما تم تدمير وكر لمجموعة إرهابية في الحي الشرقي بمدينة نوى وتحرير أحد المخطوفين فيه. القضاء على جميع الإرهابيين بداخله عرف منهم علاء الجهماني وعبد الحميد العمارين ومحمد موسى أبو سويد وميلاد القسيم. وفي الريف الغربي لدرعا استهدفت قواتنا الباسلة تجمعات وأوكار الإرهابيين في طفص وداعل ومزارع جاسم وجملة وسحم الجولان والشجرة وإبطة وقضت على أعداد من الإرهابيين عرف منهم مالك المحوني وعبد الرزاق شويات وأحمد الخوالدة أردنيو الجنسية وعبد الله شرفاخي تونسي وخليل بوادليبي.